يعني أنا استعرضت جزء من الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال هذه الفترة. بالمقابل الأمريكان الآن اليوم كانوا في بيروت يتحدثون عن مساعي لإيقاف إطلاق النار. نعم، يعني هذه هي الدبلوماسية الوقحة إذا صح التعبير. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي ولا تخجل وليست مستحية أساسا على أنها تدعم إسرائيل وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتعمل الآلة الدبلوماسية والإعلامية الغربية لإظهار أن كل هذه المجازر والجرائم الإسرائيلية هي بمجرد صراع بين قوى الظلام، يعني بين قوى النور، يعني آخر شيء صار المجرم نتنياهو يمثل قوى النور وقوى الظلام يلي هي بقية فصائل المقاومة. في هذا العالم المشكلة في النظام الدولي، في المشكلة في النظام العالمي وريث الحرب العالمية الثانية الذي يكيل بمكيالين، الذي فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد، الذي فيه غياب للعدالة وللتوازن، وكل هذا بسبب الأحادية القطبية التي هي يعني تضع الجريمة وهي تحدد المجرم وهي تحدد العقاب،